السلام. اليوم غادي نشوفوا الطريقة باش نرجعوا الألوان للصور اللي بالأبيض والأسود. غادي نضيفوا الصورة ديالنا وغادي نطلعوا الخانات للفوق. غادي نكليكوا على فلتر وغادي نختاروا نيورال فلتر. غادي نمشيو للبيتا فلتر ونفعلوا كولورايز. غادي تبدل لينا الصورة من الأسود والأبيض للألوان. غادي نقعدو في الألوان وغادي نكليكيو أوكي. غادي نمشيو للاير وغادي نديرو على اللاير الأخير اللي باللون كوبي وغادي نختارو نيو أدجستمنت لاير نيو ساتوريشن. غادي نكليكيو على كليتش كليبين ماسك ونكليكيو على الهاند ونمشيو للبشرة. نختارو لون البشرة يكون مزيان ونختارو لون البشرة يكون مناسب ونحيدو. وغادي نجيو للماسك ونديرو كونترول اي من الكلاب ونمشيو للبراش تول وغادي نمسحو على البشرة ديالنا. غادي نجيو وغنديرو نيو ادجستمنت لاير هيو ساتوريشن عاوتاني وغادي نمشيو لليد وغنمشيو للفم. غادي نختارو اللون اللي بغينا يكون في الفم وغادي نحيدو. غادي نديرو كونترول اي وغنمشيو للبراش تول وغادي نمسحو على غادي نجيو ساتوريشن الأولى وساتوريشن الثانية ونديروهم في الكالا. وغادي نجيو نيو أدجستمنت لاير نيو ساتوريشن. غادي نديرو كليبر ماسك الهاند وغادي نمشيو للسما. غادي نكليكو عليهم ونختارو اللون الأبيض اللي بغينا نديرو في السما. غادي نمسحو على السنان نديروهم تما في الكالر. غادي نجيو نيو أدجستمنت لاير نيو ساتوريشن وغادي نختارو اللون للشعر. نختارو اللون اللي بغينا. غادي ندير كونترول اي من الكلافي وغادي نمسحو على الشعر. وغادي نمشيو للهيو ساتوريشن وغادي نديروها غادي نختارو اللون اللي بغينا وغادي نديرو الحيدة. غادي
الكلوب في الماسك، غادي نديرو كونترول اي البراش، وغادي نمسح على نديرو غير في الكالر، نقصو لها شوية في الأوباسيتي باش يدير اللون. إلا ما تقادش معاك غادي نمشي نرجع للعيوب وغادي تبدل لها في اللون. إلا كان اللون غامق خاصك نقص ليها من ساتيريشن اللي هو اللون الأحمر. نمشيو لهيو ساتوريشن مرة أخرى، وغادي نختارو لون مناسب نديروه للعينين. نديروها في كليب بين ماسك، وغادي نديرو كونترول اي البراش، وغادي نمسحو على العين. وغنديروها في كالر، غادي نديرو لاير جديدة، غنمشيو لأي كوبر تول، غنختارو اللون اللي كاين في البشرة، نكليكيو عليه، وغنمشيو نرجعو للبراش تول، وغادي نمسحو على الجبهة، وكتبان الأبيض والأخضر. غادي نمسحو على طريقة عشوائية، وغادي نمشيو ونكليكيو على الماسك، ونديرو كونترول اي. غادي نرجعو وغادي نمسحو على المكان المناسب ليه. غادي نجيو غنديروها في الكاميرا وغنبدا نكمل. هذه الصورة الأولى بالأبيض والأسود، وهذه الصورة الثانية اللي صعبة.